بعد عام من الصراع العالمي مع جائحة كورونا وما حمله من تحديات كثيرة وجهود متواصلة وطموحات قائمة استثمرناها في مملكة البحرين طريقاً لتجاوز الصعوبات وتعزيز الإمكانات، فسجلنا في السلطة التشريعية استجابة سريعة وسباقة منذ بداية الحدث بمبادرات تشريعية وأدوار رقابية شكلت عاملاً فاعلاً لاستقرار المجتمع على جميع الأصعدة، فكان ذلك نتاجاً لاستنفار المساعي ضمن منظومة عمل جامعة وفريق وطني ضم تحت مظلته جهود كافة المؤسسات المعنية في جبهة وطنية موحدة، فتسارعت الخطى بقدر التحديات وأسرع، فأثمرت تجربة فريدة لتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية في إدارة الأزمة جنباً إلى جنب مع الجهود الشعبية، انطلاقاً من رؤية ملكية وقيم مجتمعية تقوم على التكاتف الإنساني والعدالة في الرعاية الصحية والعلاج ومراعاة أهداف التنمية المستدامة تحمل شعاراً الإنسان أولاً، معبرة عن النهج الإنساني العميق لمملكة البحرين ورسالتها الثابتة لكل العالم.